هرجع للمناقشة تاني، لأن انتوا بتتكلموا كلام حلو. عاوز أكلمكم في موضوع عن الثقة بالنفس، فهرجع أسألكم سؤال. لو كانت مراتك ما عندهاش ثقة بنفسها، ربنا يستر على السؤال ده، إيه المعاناة اللي أنت هتعانيها؟ مراتك ما عندهاش ثقة بنفسها، What kind of suffering you will suffer؟ والعكس هقوله برضو، لو جوزك ما عندوش ثقة بنفسه هتعاني منه في ايه؟ انتوا مش فاهمين السؤال شكلكم ولا خايفين؟ خايفين ده، معلش، لا ده هولي فير، ده ممكن تبقى حكمة يعني. هي فادي، ها، برافو عليك دكتور فادي. بيقول حاجة جميلة، بيقول ممكن الواحد يعاني ان اللي معاه مش واثق في نفسه، فدايما متردد، فالتردد بيخليك مش عارف تعيش، مش عارفين ناخد قرار. ايه كمان؟ ايه اللي هتعاني منه لو عايش معاك شخص ما عندوش ثقة في نفسه؟ اتفضلي. غالبا اللي ما عندوش ثقة بنفسه بيحب يعمل بروجكشن، او دايما بليمينج اي حد واي حاجة لانه ما عندوش ثقة بنفسه. ممكن اللي ما عندوش ثقة بنفسه يكون ما بيقدرش، ما بيشجعش. ها، هتعاني من ايه لو معاك شخص ما عندوش ثقة بنفسه؟ اصل ساعات احنا في الكنيسة بنفتكر ان الثقة بنفس حاجة وحشة. الثقة بالنفس دي حاجة مهمة جدا في العلاقات، ومن غيرها الانسان يتلخبط. دي ملهاش علاقة بالكبرياء، الكبرياء ده واحد شايف روحه ما مخشوش في نفسه. ايوه اتسبونا. ام سوري، انا افتكرت الابريشيشن. لا معاك حق يا سابونا، انه لو انا معايا حد ما عندوش ثقه بنفسه مش هيعمل حاجه مفيده، مش هينجز، فطبعا ده هيخليني انا محبط منه. اي نور. هعاني من انه دايما عنده فكره انت اتكلمت على فلان، انت شايف فلان احسن مني، انت يعني هيعيش في موضوع المقارنة ده، فهيبقى في نكد كتير. تفضلي. انك انت مش قادر تحمل عليه اي مسؤولية. He's not responsible، لانه بيخاف من المسؤولية. تفضلي ايلين. هيبقى بيغير، وده مرهق قوي في العلاقات. اللي بيعيش مع شخص بيغير بيبقى مش عارف يعيش ساعات، وطبعا ممكن يبقى شايف نفسه فاشل، فده برضو بيحمل اللي معاه حاجات كتير. ايه تاني هتعاني من ايه لو عايش مع شخص ما عندوش ثقة بنفسه؟ تفضل. احيانا اللي ما عندوش ثقة بنفسه بتلاقوه يتقمص شخصيات او يمشي مع اي موجة، فكل يوم بحال، فطبعا ممكن يدخلك في مشاكل كبيرة قوي لانه مش واقف على ارض يعني. اتفضل. طبعا هيبقى جو البيت غالبا كله قلق، ما عندوش ثقة بالنفس، ده دايما عايش في انكزايتي يوجوال يعني. هايدي، برافو عليك. احيانا اللي ما عندوش ثقة بالنفس بيكون اجريسف، بتبقى بتعوض شوية احساسه انه ايه، انه اقل من غيره، فساعات يلجأ لنوع من الاجريشن بالكلام او بالتصرف. تأخير القرارات، وبالتالي في احتمال فشل في حاجات كتير قوي بسبب التردد. ها تفضلي. تفضلي. ها بالظبط كده. ساعات لما يضطر الشخص اللي عنده ثقة بالنفس ياخد القرار ويدوس، هيبقى برضو بليمد ان هو ماشي بدماغه، فالمشاكل ممكن تزيد. جو اهيد. برافو عليك، حتة كلمة الديستراكشن دي مهمة، وطبعا تأثير على اطفال. توني. بيبقى في عند
عند متبادل غالبا، او يعني من الشخص اللي ما عندوش ثقه. اتفضل. يعني kind of insecurity يعني. ممكن تبقى العيلة دي بالذات isolated لأنه مش عارف الشخص ده يعني كون علاقات طبيعية يعني. تفضلي. ممكن يلجأ إلى أنه يكسر مقاديف اللي قدامه، أو دايما يحسسه أنه قليل عشان هو نفسه حاسس أنه قليل. طيب ليه الواحد ممكن يكبر مهزوز وما عندوش ثقة بالنفس؟ أزود على السؤال معلش، وليه ممكن حد فيكم كان عنده ثقة بالنفس في حاجة وابتدت تروح منه؟ أديكم مثل من الإنجيل. استغربت قوي لما اكتشفت أن موسى النبي كان مفوه، كان بيتكلم كويس قوي وهو صغير، ودي قالها القديس استفانوس في سفر الأعمال أنه كان قديرا في الأقوال والأفعال. يعني موسى لما كان فرعون 40 سنة كان عنده سيلف كونفيدنس عالي، لكن أول ما المسيح دعاه وهو 80 سنة قال له أنا ما بعرفش أتكلم. فكأنه كان في يوم من الأيام يعني شجاع أو جريء، دلوقتي جايب ورا خالص مش كده. فأنا سؤالي هو إيه اللي بيخلي الواحد يتهز في ثقته في نفسه؟ واضح السؤال؟ صغره أو كبره أيا كان، إيه اللي ممكن يهز الواحد ثقته في نفسه؟ أي جورج؟ يعني الناس اللي بتفضل تشككه في نفسه، ممكن طبعا النقد المستمر يعني. غاده؟ برافو عليك. واحدة من الحاجات الميجر في الحياة الروحية اللي تهز الثقة بالنفس لما الواحد يغلط غلطة كبيرة، ساعات بيحس انه فاكرين ساعات البعض الاباء قالوا انه بطرس رجع يصطاد بعد الانكار لانه he felt like I cannot be an apostle anymore، يعني انا ما ينفعش بعد ما انكرت المسيح. he lost his confidence، فقال لك الحتة الوحيدة اللي بعرف اعملها ايه؟ شوية السمك بتاعت زمان. فقام المسيح راح له في اليوم ده قال له نو، ترجع رسول. ما سابوش يقع في الحتة بتاعت ايه، انا ارجع صياد سمك بالذوق، انا مش ملياش في شغل الناس المحترمة ده. فما سابوش. ها ادوني اسباب تانية. جو هادي هالي. ها طبعا الجملة دي مهمة يا جماعة، لما الناس تثق فيك انت بتعرف تثق في نفسك. لو من حواليك دايما مش بيثقوا فيك بالذات وانت صغير، you can never trust in yourself. هي بتتكون من تشجيع او ثقة اللي حواليك. قولي حبيبي. ها ممكن قوي تحتاج تشجيع مستمر وتشحن كل شوية، لان الثقة ممكن تتهز وتروح وتيجي. انا ما زال سؤال يا جماعة، ايه اللي بيهز ثقة نفسنا في نفسنا؟ انا لاحظت عموما يعني ان احنا كلنا كمصريين ما عندناش ثقة. الجماعة الامريكان تحسهم واثقين في نفسهم قوي، بعد ما تقرب منهم قوي تحس ان احنا بنفهم اكتر منكم، مالكم عاملين كده يا ابني؟ الغي التسجيل لو سمحت عشان بس تحس ان هم عندهم كونفيدنس عالي قوي، واحنا صدقوني بنذاكر وبنتعب وبنفهم اكتر منهم بس مهزوزين. فواضح ان في حته في الكالتشر بتاعنا ملخبطه شويه. قولي حبيبي عاوز تقول ايه؟ الخوف من الفشل والتخويف من الفشل. ايه كمان يخلي الواحد ما يثقش في نفسه؟ اتفضلي كريستين. ها ايوه برافو عليك. ساعات الهاي اكسبكتيشن تخليني ما عنديش ثقه في نفسي. احكي لكم حاجه شخصيه، لما ابتديت اتكلم كنت مهزوز جدا، شوفوا ما بسكتش دلوقتي، انما كنت ببقى فعلا بترعش ويجي لي اسهال ساعات، وببقى حالتي حال عشان اطلع اوعظ
كان بيبقى شغلة صعبة جدا. وقعدت كده فترة، ولولا تشجيع الآباء اللي قبلي أنا كنت خواف جدا. بس أنا يعني الخبرة دي حسيت إنه كان لازم حد يسبورت، فممكن يبقى في حاجة تتقلب خالص. أو ممكن نكمل السؤال. طيب ها جو أهيد. هي زي حتة اللي قالتها غادة، لو غلطة كبيرة أو غلطت في حق ناس غلطة كبيرة، يعني تسببت في خسارة كبيرة، فابتدي أخاف أخد قرارات خالص. تهزيت بقى. اتفضل. برافو عليك. هي زي الاكسبكتيشن اللي قالتها تينا برضه، ان انا مستني حاطط اكسبكتيشنز عاليه فباحبط. ها برافو عليك. ساعات الثقه بالنفس تتهز لان انا محطوط في مكان مش بتاعي، فمطلوب مني حاجه. تخيل واحد مثلا محاسب وحطوه في الكمبيوتر ورك او في الديجيتال ماركتنج، ما فهمش حاجه، فطبعا لازم يتهز في روحه لانه مش في حتتك يعني. اتفضلي سوزي. حلو. جميل. صح كده. احنا في كمصريين ما نشجعش زيادة، وما نسيبش الناس عيالنا حتى يفرحوا بإنجازاتهم، ما بنسيبهمش يعملوا كده، مع ان ده مهم قوي. اقولي ها ربنا يستر. كل واحد له لغة تشجيع. ساعات يعني بتكون بتتكلم لغة تانية. برضو دي حتة جميلة. ممكن أكون ما أنا محروم من اتخاذ القرارات، فبالتالي أنا بتعامل كأني ما بفهمش، فهفضل طول عمري مقتنع أني ما بفهمش، يعني ما حدش راضي يديني مسؤولية. النظرة السوداوية أو النظرة الضيقة بتاعت أنك تركز على العيوب وعلى النواقص بتخلي الواحد مهزوز، بينما في حاجات حلوة كتير في حياتنا مش بنشوفها. أنا مستني الإجابة دي يا جماعة. يا جماعة التدين السليم أكتر حاجة تجيب ثقة بالنفس سليمة. التدين السليم أكتر حاجة تخلي ثقة بالنفس سليمة. ليه؟ تصوروا ممثل مشهور وبعدين ابتدى يتلجلج بسبب أي مرض، هيتهز ثقته في نفسه حتى لو كان ممثل يعني مشهور جدا، عالمي، رياضي مشهور، لاعب كورة مشهور، هيجي وقت يلاقي نفسه مش عارف يجري زي الأول، هيعجز، هتتهز ثقته في نفسه. الوحيد اللي ما بتتهز ثقته في نفسه إيه؟ اللي مركز في ربنا، لأن ربنا هيفضل يحبه وربنا في ظهره. فاللي متكل على ربنا بيفضل ثقته بنفسه مكملة. أنا عاوز أختم الليلة دي بالحتة دي، وليها علاقة بالشبع بالنفس يا أحبائي، لأنه اللي بيعطل شبعنا بنفسنا إن إحنا ساعات ما عندناش ثقة كافية في نفسنا. عاوز أمشي بقى في سؤال غريب شوية، إزاي ما تفقدش الثقة في نفسك حتى لو الدنيا خبطت فيك؟ ما تفقدش الثقة في نفسك حتى لو في مشاكل بتزيد، حتى لو غلطت غلطة كبيرة، حتى لو في تعليقات very negative. It's not easy على فكرة. يعني لسه في أم بتقول لي أنا فقدت الثقة في نفسي، بنتي زعقت فيا وقالت لي أنت ظلمتيني كتير. هي ست كويسة جدا، لكن كومنت واحد خلاها تحس انها فاشلة في كل حاجة. لا، الواحد مش مفروض يتهز قوي كده لانه ده بيضيع سلامه.
عيشوا معايا الربع ساعة دي بس في المعاني دي. تعالوا نبص على واحد زي يوسف، أنا هاخدها من الإنجيل برضو الحتة بتاعتنا بقى. يوسف رأيي كان عنده كل الأسباب اللي تخليه يطلع شخصية مهزوزة. ليه؟ أولا ده طفل فقد أمه بدري، وده طبعا it's a big trauma يعني. الحاجة التانية إن إخواته كانوا بيتريقوا عليه ومش بيحبوه، another trauma، وكان صغير يعني، دول حاجتين صعبين قوي. وبعدين حصل معاه the biggest trauma بقى إن إخواته يرموه في البير ويفضلوا يضحكوا عليه، ده أصعب من البولينج والحاجات دي. متخيلين؟ أنا متخيل يوسف لو طلع في الزمن ده يطلع معقد، يطلع isolated، يطلع depressed، يطلع anxious all the time، يطلع خايف ينطق، خايف يتكلم. تعرفين يوسف ده أنقذ العالم، فكروا معايا، he had enough traumas يعني. لأنه وبعدين اتحرم من أبوه كمان يعني، بعد شوية حتى أبوه كان، أنا يعني بفكر كان عنده سؤال، هو بابا ليه مش بيدور عليا؟ هو ما يعرفش إن هم قالوا لأبوه ده مات، هو كل فكره إنه لازم بابا يقلب الدنيا ويدور عليا. معقول بابا يكون نسيني؟ ممكن مخه يودي ويجيب. كان عنده أسباب بقول لكم تدمره خالص. وبعدين أول ما بقى إنسان كويس واشتغل في القصر بذمة لبس تهمة. فاكرين الست الوحشة؟ ده معناه يبقى ممكن بقى يكفر بالفاليوز ويكفر بنفسه ويسيب ربنا خالص. العجيب بقى ان يوسف انتوا عارفين انه ما فقدش الثقة بنفسه، هنشوف ازاي ما فقدش. هديكوا شخصية تانية، واحد زي داود. داود كان بيتعامل كأنه نكرة، كان نمرة 8 في اخواته. وفي قصة في التربية انا دايما اقولها حزينة جدا في بيت داود، يوم صمويل النبي زار عم يسى، دي زيارة، ده صمويل النبي ده زي البطرك، متخيلين؟ راح يزور عم يسى، جاب السبع عيال وساب داود مع الغنم. دي لو اتعملت في واحد من عيالنا يكره نفسه، في حد نفسه يدفع $20؟ ما ادوله فرصة يدفع. طيب هو نفسه قال في مزمور أبي وأمي تركاني، يعني هو ما تحسوش أن أبوه وأمه موجودين في حياته قوي يعني، هو مشبعش بأبوه وأمه داود بالعكس، لأنه كان جسمه صغير بالنسبة للكبار في الزمن بتاعهم بقى. لا يعني العيال الصحة دي هي اللي بتنفع، فسيبك من الصغير ده. وبعدين قعد مطرود هربان متهم حوالي 15 سنة. تخيل واحد دخل السجن مثلا أو عليه قضية وبقاله سنين هربان، ده هيطلع شخصية مهزوزة جدا مفروض، أو شخصية بقى عدوانية أو زي ما تسموه. داود كمان وقع في أخطاء جسيمة، أكتر نبي في العهد القديم له أخطاء بشعة يعني. داود تسبب بسبب انه كذب مرة 80 كاهن اتقتلوا بسبب كذب داود، لما راح استخبى عندهم ومرضاش يقول لهم انه هربان من شاول، قام جه شاول موته. كان ممكن يشيل الذنب ده يتعقد من نفسه. داود خان واحد من اصدق الناس من رجالته وخد مراته وتخلص منه، حاجات وحشة جدا. واحد يعمل الكلام ده لازم يكره نفسه. أنا سؤالي هو إزاي داود لسه عنده ثقة بنفسه؟ هنوصل للإجابة. أنا بس بمشي معاكم إن في ناس في الكتاب المقدس لو حللناهم نفسيا المفروض إن دول يطلعوا عندهم أي نوع من الثقة بالنفس. كمان داود الحقيقة من الناس اللي يعني اتوجعت جدا في ولادها، لأنه ده عنده كذا حد من عياله يعني قدروه. أمنون اغتصب بنته سمار، قصة بشعة. وأبشالوم ابنه الثاني راح قتل أمنون، تو ماتش يعني عليه كأب. فواحد زي كده كان مفروض يركن خالص، هنشوف ازاي داود ده كمل.
نروح لواحد زي القديس بطرس. قديس بطرس محدش خد توبيخ من المسيح في مرة قد بطرس. تعرفين بطرس بالذات المسيح مرة قال له ايه؟ قال له اذهب عني يا شيطان. ده كان المفروض بطرس يختفي ما يرجعش. ازاي بطرس كمل؟ ازاي كان عنده ثقة بنفسه؟ الحاجة التانية يوم ما انكر ولعن وقدام جارية، طب ده هيحط وشه في الوش العذراء ازاي؟ ولا في وش التلاميذ ازاي؟ دي حاجة تكسف قوي. وبعدين كونه رجع يصطاد سمك تاني من غير اذن، ده معناه وخد سحب 6 تلاميذ وراه، يعني هيضيع الرسل معاه. فدي حاجات كلها كانت ممكن تخلي واحد زي بطرس يحس انه ابو الفشل كله. ليه ما فقدوش الثقة؟ هو دي الجزء اللي انا عاوز اوصله، عشان كلنا بدون استثناء حصل في حياتنا ترومز، وهيحصل، هيجي لنا تعليقات نيجاتيف، في ناس هتوجعنا، ممكن نفشل، ممكن ناخد قرارات غلط، ممكن نعمل خطايا. ده مش معناه انك تتهز والدنيا تضلم في وشك، لا، لازم ترجع تاني تثق في نفسك. هنشوفها ازاي. تلاحظوا انه الثلاثة اللي انا ذكرتهم، ان كان يوسف او انا قلت مين تاني، داود او القديس بطرس، مش كده؟ انا ركزت على دول، لكن نقدر ناخد شخصيات تانية. هما ما فقدوش الثقة في نفسهم لانه ثقتهم في ربنا كانت هي الاساس، ما كانتش ثقتهم في نفسهم هي الاساس. الناس دي ارتبطت بالمسيح، فلانه داود ده بتاع المزامير، ويوسف ده كان واخد التقوى من ابوه، وبطرس ده اتعلق بالمسيح جدا وكان عارف انه بيحبه. اللي يعرف يثق في ربنا يستعيد ثقته في نفسه بسهولة، وبالتالي يثق في الناس. يبقى اول نقطة انك تبقى شبعان بالحب. لو ما لقيتش حب من الناس، حب ربنا يكفي. هيجي لك وقت هتلاقي حتى عيالك انشغلوا عنك، هيصعب عليك نفسك. ايوه بس ربنا عاد لك وفضيلك. هتلاقي اكسبكتيشن من شريك الحياة او من الاصدقاء او من اب الاعتراف، معلش ما هم بشر هيأثروا، ربنا مش هيأثر. فركز انك تشبع بربنا. يوسف قالها ازاي؟ انتم قصدتم لي شرا، اما الله فقصد به خيرا. يعني على قد ما انتوا ركزتوا ان انتوا تأذوني، المسيح كان دايما معايا بيحول الشر خير. وعشان كده تلاحظوا يوسف طلع شخص عظيم وقوي ونفسيته سوية جدا وما انتقمش لنفسه. وداود كان اعظم ملك في تاريخ اليهود، وبطرس ده الكارز الاول. يعني الناس دي دفنت لي عندها ثقة بنفسها رغم الأخطاء الفظيعة. يبقى احنا عاوزين نوصل لفكرة خد قوة الثقة دي من ربنا مش من نفسك، لأن نفسك هتضعف، هنعجز، هنغلط، عادي، لكن ربنا هيفضل بيحبنا. عشان كده تلاحظوا بقى إن المسيح لما كلم مع بطرس سأله سؤال واحد بس، أنت بتحبني؟ كان في أسئلة بديلة، أنت ليه عملت كده؟ لو سألوا السؤال ده يتلخبط خالص، يتدمر، مش كده؟ ما سألوش أنت ليه عملت كده؟ قال له أنت بتحبني؟ قال له طبعا. قال له خلاص، أنا مش عاوز حاجة تانية غير كده. الإجابة دي تكفيني يا بطرس. I trust you. فاهمين أنا أوصل لإيه؟ إرعى خرافي معناها إيه؟ I trust you. فبطرس أكيد برق، أنت بتتكلم بجد؟ You trust me بعد اللي أنا عملته؟ قال له yes. فلما لقاه مش مصدق قال له بتحبني؟ قال له yes. قال له I trust you. لقاه لسه مش مصدق، بتحبني يا بطرس؟ قال له yes. قال له I trust you. ارعى خرافي. انه ما كان قالها له 3 مرات لانه مش مصدق، معقول هرجع رسول تاني؟ اللي زي ده ينفع بعد اللي عملته؟ ينفع. هنا المسيح غرقه حب، غرقه تراست. عشان كده بعدها على طول ب3 صفحات في الانجيل تلاقوه واقف يوم 50 بيوعظ وبيعمد. 3 صفحات بس بينهم 50 يوم يعني او اكتر. يبقى هنا يا احبائي الشطارة، عاوز تستعيد ثقتك في نفسك اشبع بربنا. وربنا ما عندوش غير السؤال ده على فكرة.
مش هيقول لك غلطت قد ايه وغلطت ليه، ما عارف انك غلبان وخيبان. هيسألك سؤال واحد، بتحبني؟ كلنا بدون استثناء كلنا هنقول له ما انت عارف، بس انت عارف ان انا بحبك رغم اللي انا عملته. خلاص حبيبي انا عارف انك بتحبني وده كفاية عندي. عشان كده ربنا مريح جدا، لانه ما بيسألش سؤال يتعبك او يوجع قلبك او يحسسك بالذنب، بالعكس بيسألك السؤال الوحيد اللي انت تقدر تجاوب بثقة. يعني عارفين لو سأل بطرس Can you trust in yourself again انك ما تعملش كده تاني، كان بطرس وقع من طول، كان هيقول لا انا ما شاء انا اللي عملته ممكن اعمله تاني. لكن هو قال له سؤال ابسط من كده، انت بتحبني؟ قال له لا انا دي متأكد منه، انا اكيد بحبك عشان كده عيطت وضايقت. خلاص حبيبي انا مش عاوز اكتر من كده. تاني حاجه ترجع الثقه بالنفس، ان في حياه كل شخص من دول كان في رغم الاحباطات الشديده قوي كان في ناس حلوه ربنا حاططهم في حياته، حياتهم يسندوهم. يعني على فكره في قصه يوسف، مامه يوسف عاشت معاه 5 سنين بس، اللي هي رحيل المحبوبه، بس كانت بتموت فيه، كان ابنها الوحيد. ال5 سنين دول ادوا للولد ده ثقه بنفسه، ولما ماتت رحيل يعقوب ركز معاه، فكم سنة اللي بعدها خد ثقة بنفسه. شوفوا رغم بقى ايه، ان مامته ماتت وان اخواته كرهوه وانه ما شافش يوم عدل لمدة 20 سنة، الرصيد الاولاني ده خلاه يتماسك ويكمل. عشان كده وجود شخص واحد بيحبك بجد من قلبه دي ثروة. يعني بعد ربنا لو شخص واحد بيحبك بجد، ده اللي يديك حياة، ده اللي يديك أمل في نفسك، ده اللي يرجع لك الثقة بنفسك. صمويل كان بيحب داود جدا، داود ما لقاش حب من أبوه وأمه ولا من إخواته، دول كلهم ما كانوش مشبعين داود، بس داود كان عارف إن أبونا صمويل مشهور. ده صمويل كان عجز وكان معروف بقى إنه إيه، رجل الله، يحب داود بجد، فكان داود يجري عليه زي العيل الصغير. دي اديته ثقة بنفسه. يوحنا كان طبعا يونسان بعد كده، يوحنا كان بيموت في بطرس، دي شرحها ذهبي الفم في وعظاته. يوحنا الحبيب كان في ديل بطرس على فكرة، لأنه كان أصغر منه، وبطرس شيخ صيادين عامل صياد كبير، فيوحنا بيحبه من بدري من قبل ما يعرف المسيح. فإذا وجود شخص واحد ربنا يحطه في حياتك بيحبك، صدقني ده نعمة من ربنا. يبقى حب ربنا الأول وحب شخص أمين حتى لو الناس كلها مش بتحبك. تالت حاجة تفرق وترجع لك الثقة بنفسك، الثقة في وعود الله. يعني إيه؟ مثلا وعود الغفران، الناس دي كلها غلطت بس كان في وعد غفران. بطرس ربنا سامحه، داود ربنا سامحه، يوسف مهما غلط ربنا بيسامحه. مثلا داود يقول لن تترك نفسي في الهاوية، يعني لو رحت الهاوية مش هتسيبني. الثقة دي في الوعد هي اللي خلته يقدر يكمل رسالته. كان الرب مع يوسف لأن أبوه يعقوب كان بيقول له زمان وهو طفل ربنا معاك يا حبيبي، لأن ربنا كان يقول لأبونا إبراهيم كده أنا معك، يقول له أنا معك. فيعقوب ما عندوش دعوة لأولاده غير ربنا معك، فكان متأكد من دي. أبويا قال لي ربنا معاك حتى لو أنا في السجن. طبعا المسيح له المجد كان وعد بطرس أنه إيه، أنا مش هسيب الشيطان يسرقك مني، طلبت من أجلك كي لا يفنى إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخواتك. يبقى أنا دلوقتي بشرح إزاي واحد كان مفروض يفقد الثقة في نفسه ما فقدهاش، لأنه متأكد من حب ربنا في شخص في حياته بيحبه، في وعود من ربنا مشجعة. رابع نقطة في الموضوع، الثقة في النفس تتهز لو أنا مركز في منظري، أنت مركزة في جمالك سوري هتعجزي، أنت مركز في مثلا اللقب بتاعك، طب ما أنت هتسيب شغلك وهينسوك. لما تركز في رسالتك تفضل ثقتك في نفسك مكمل. أصحاب الميشنز اللي عايشين فور ميشن
هم دول اللي مهما الدنيا خبطت فيهم يفضلوا confident. ليه؟ لأنه ده شغل ربنا، دي مش حاجة شخصية. يوسف كان مشغول بالمجاعة جدا، ففكرة أنه ينتقم من إخواته دي مش في دماغه، أنه فاضي للكلام ده، العالم هيموت، عندنا 7 سنين في أكل و7 سنين جوع، لازم نشوف حل. وهو بقى اللي شال المسؤولية، فرعون قال له شيل مش هعمل ولا حاجة. فبقى يوسف قدامه أكبر مشكلة في التاريخ في زمنه، أنه ينقذ مش مصر بس، مصر والبلاد اللي حواليها. فكان very strict leader في المرحلة دي، عشان كده تحسوا أنه المسؤولية دي أو الرسالة خليته مش فاضي للأمور الصغيرة، يقعد بيقول أنا كويس ولا مش كويس، أبويا بيحبني ولا بنسيني، ولا كلام الصغير ده ما كانش بيعدي على دماغه. داود لما بقى مسيح الرب فهم أنه رمز للمسيح من كتر المزامير وحب ربنا، عرف أنه الملك ده ملك مؤقت، لكن قال له أجعل من بطنك على كرسيك إلى الأبد، يعني من ولادك يا داود اللي يقعد إلى الأبد اللي هو ربنا يسوع. فأصبح داود عنده رسالة ضخمة أنه يقدم شكل جميل للملك الصح عشان يشاور على المسيح ابن داود بعد كده. بطرس فهم أنه إيه؟ هيجيب ناس للملكوت، الناس دي هتروح جهنم، فمش وقت خالص بقى نقعد نتحسر ونبكي ونقول غلطنا وما غلطناش، ورانا شعوب كاملة هتهلك. When you focus on your mission you can keep your trust, you can have the confidence in yourself. تقدر تحافظ على الثقة دي لما تركز على رسالتك، لكن لو ركزت على شغلك مش هتعمل كده، لو ركزت على علاقات مش هتعرف تحافظ على الثقة بالنفس. كمان يقولوا الآباء لما تتهز ثقتك في نفسك لازم تراقب دماغك، لأن الشيطان بيحب يهز الثقة بالنفس عشان يدخل، يحب مشاعر الفشل وأفكار الفشل دي، لأنه بيعرف يلعب بالإنسان ساعتها اليائس. فأنت لازم تطرد الأفكار السلبية، نيجاتيف ثوتس دي لازم تصدها. لما الشيطان يجي يقول لك أنت فاشل قول له لا، نعمة ربنا، أنا ابن ربنا، أنت مالكش لازمة، لا أنا ليا رسالة، أنت ربنا مش بيحبك، لا ربنا بيحبني، أنت ما حدش بيحبك، لا في فلان بيحبني، تلاقي لك شخص واحد، أنت ربنا نسيك، لا ما ربنا ما بينساش ولاده. رد ما تستسلمش للأفكار النيجاتيف. زي هنا في المزمور لما يقول كثيرون يقولون لنفسي، دي معناها أصوات بتقول له إيه؟ ليس له خلاص بإله، يقوم يقول له رب رد عليهم، أنت يا رب ناصري مجدي ورافع رأسي. من هنا نفهم الفكرة اللي كنا بنحكيها، لو بولس بص ورا وشاف قد إيه افترى على الناس كان اتحطم نفسيا، لكن قال إيه؟ أنا لست أحسب نفسي، أنا أفعل حاجة واحدة، أنسى ما وراء وأمتد إلى ما هو قدام. تعالوا نراجع تاني، أقول إيه؟ ما تفقدش الثقة بنفسك حتى لو اتخبطت في حياتك، حتى لو غلطت غلطات كبيرة، حتى لو خدت قرارات غلط، حتى لو سمعت كلام بايخ قوي من ناس مهمة، ما تسيبش الدنيا تضلم في وشك. ربنا لسه معاك ولسه بيحبك وبيسألك أبسط سؤال هتعرف تجاوب عليه، بتحبني؟ هتقول له أيوة، يقول لك I trust in you، أنا لسه بثق فيك، وبالتالي هتشتغل معايا. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين. لسه عايشين؟ حد عنده تعليق على الحتة دي؟ أيوة تسيبونا اتفضل. إزاي أتعامل مع اللي عنده ما عندوش ثقة في نفسه؟ أهم كلمة تسيبونا في رأيي التشجيع، التشجيع، التشجيع. ودي قالها بولس في جملة صغيرة، شجعوا صغار النفوس. كبير، صغير، طفل، شاب، أقرب الناس، أبعد الناس، التشجيع بيساعد الناس. والتشجيع مش مجرد جملة، يعني لما بتدي لشخص مهزوز حاجة صغيرة ينجز فيها، ينفع فيها، انت اديته ثقة بنفسه، لأنه عمل حاجة صغيرة بس حس أنه بيعرف يعمل كده، فتبقى حاجة بسيطة،
سيمبل. مرة كنت بزور بيت كده فلقيت الأب بيقول لبنته، بنته صغيرة 7 سنين، ممكن تجيبي كوباية مية لبونة؟ أنا ما طلبتش. فطبعا هي قامت خجولة، كان مكسوفة جدا وخجولة وما بتتكلمش، فأنا خفت عليها توقع الكوباية. وبعدين شكرا يا حبيبتي متشكر وبتاع، وقامت ودخل. قال لي أصل أنا عاوز أشجعها، هي دلوقتي هتلاقيها فرحانة قوي إنها عرفت تجيب كوباية مية لبونة. لقيت ده أب ذكي جدا. يعني شوف حاجة بسيطة جدا، هي داخلة فرحانة أوضتها عشان عرفت تشيل كوباية مية وتجيبها لبونة. That simple. طب معلش، ولو 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 اتنين كبار ولا حاجة وأوريدي موضوع اللي هو عدم الثقة بالنفس created a lot of problems، فيها عمل مشاكل كتيرة، التاني المفروض ازاي يتصرف؟ مش عارف واضحة ولا لا. يعني بص يا ابونا، انا هشجع الشخص المهزوز او اللي مش واثق في نفسه، مش هطلب منه حاجة فوق طاقته، لازم اطلع معاه واحدة واحدة. لكن لو بنتكلم عن الحياة او الخدمة مش عاوزها تقف، فمضطر ان انا برضو ايه ادي مسؤوليات تانية لناس تانية عشان ما هو ما يشيلش شيلة فوق طاقته ولا الدنيا تقف. واضحة؟ يعني مثلا مضطر حمل على كل اهل بيتي مش شخص واحد فيهم، مضطر حمل على خدام تانيين عشان الخدمة تمشي. لكن مش هفضل استنى هذا الشخص يثق في نفسه والناس بتقعد بتضيع. فبرضو احنا بنقعد to balance things يعني. لا بس كده بقى انترفيو، بقى انترفيو. نعم. مش لو حاجة مثلا في بيت ملهاش علاقة بخدمة ولا حاجة، ويكون بقى الموضوع عدم الثقة بتاع ابتدى يعمل مشاكل كتيرة. بس أنا عجبني يا ابونا تعليق جه في الحتة دي، اللغة ممكن تكون لغة الحب أو لغة التشجيع اللي أنا بقدمها غير اللي هو محتاجها. فأنا لازم أراجع طريقتي، لأنه ممكن يكون اللي قدامي، مرة حد قال لي كده، قال لي يا ابونا أنت بتعرف تقول كلام حلو، بس أنا على فكرة الكلام الحلو ما بيدخلش عندي. أنا لو في مرة اديتني شوية من وقتك، طبعا دي تقريبا مستحيلة عندي، هتفرق معايا جدا. الحياة يعلمني درس انه ممكن اقول كلام حلو بس مش كل واحد الكلام الحلو هيرفعه، في واحد الكواليتي تايم هيفرق معه. انك تسمعه كويس وتركز معاه دي ممكن تشجعه جدا. قول يا غادة. برافو عليك، انه محبوب ومقبول يعني. برافو عليك. هي مش مهم يعني، في طرق كتيرة، مهم يوصل لفكرة انا محبوب انا مقبول، لكن ليها اكتر من طريقة في التشجيع. حد عنده سؤال تاني في الحتة دي او تعليق او كومنت؟ طيب.